السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذلك في كل وقت وحين. اللهم والله أنا مش عارف أشكركم إزاي، كل عام وأنتم بخير. إحنا النهاردة هنبتدي من كتاب الجفر. طبعا إحنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن الأحوال اللي هي اللي حصلت في الشرق، وإن بعض اللي كان الإمام أبو العزيم كان قال إن أشار في نهاية العهد بتاع العرب اللي هم كان في كتاب الجفر، قال إن أهل البغي ناعقوا الضلال لن تقام بهم دولة الإسلام، ولكن لظهور الدين على يد أهل الحق وهم أهل البيت. قال الإمام أبو العزيم في ختم ليلة النصف من شعبان عام 1349 هجرية، قال من بيت من القصيدة: قدر الرحمن في حكمته أن يمحص أهل أمة فيه القرآن، يظهر الدين بقوم أهلوا للشهود بلا حجاب أو كيان. وطبعا الإمام أبو العزيم كان أشار في الإمام علي كرم الله وجهه، قال في هذا البيت هو إن هو سوف يقهر أولاد آدم يشخبون بالدم رؤوس الخزر، ويهود العرب ناعقوا الضلال، فيتحول الحال ويدنو التمحيص للجزاء وكشف الغطاء. يعني كل الناس، هو الإمام أبو العزيم قال في هذا البيت من القصيدة، قال إن بسبب هذه الأحوال من الخيانة وانعقاد الضلال والناس اللي هم كذبوا على الشعوب العربية والإسلامية وعلى الشعب المصري، إن ربنا سبحانه وتعالى بشر الإمام أبو العزائم بإن سوف تكون نهايتهم ونهاية كل الخائنين لهذا الوطن. وطبعا قال إن بسقوط كل الخونة ونعاق الضلال دول، وإن سوف تحدث لمصر هبة فيها شعبة تبغي الردة ألسن السوء لهم يوم الهوان. فيك يا مصر رجال خصصوا بانتصار الخصم بالحرب العواني، كلهم يلقون في نار الردى شغمع يهوي بهم بعد العنان. وقلنا طبعا في شغمع ده يعني إشارة إلى سنة إملاء القصيدة اللي هي كانت سنة 1348. طبعا النهاردة إن شاء الله الحلقة الجديدة النهاردة إن شاء الله هتتكلم على من كتاب الجفر للسيد المجدد للسيد محمد ناظم العزايم، وهو يقول فيها إن الأمة كانت في هذه الفترة، كان يعني هو بيتكلم عن نفسه، تحدث الإمام أبو العزايم كمسلم عربي بيتحدث عن هموم الوطن العربي والأمة وآماله وما يحاك ضده من الداخل والخارج. وكان في من كتاب من هذا الكلام قال فيه أيضا أنه يشير الإمام أبو العزايم إلى أن المشكلة الفلسطينية ستكون رمزا لوحدة العرب، فيقول عام 1932: في فلسطين فتنة من رآها قال صغرى، لكنها جمع عرب. وبالفعل بسبب فلسطين أنشئت الجامعة العربية عام 1945، وتجمعت الجيوش العربية عام 1948 لحرب إسرائيل الغاصبة، واستطاعت الجيوش العربية هزيمة إسرائيل عام 1973. وطبعا عقد العرب عدة مؤتمرات للقمة العربية مثلت انتفاضة للدبلوماسيين العرب المنسقة، مما أصاب إسرائيل بالفزع بعد أن ظنوا أن حرب 67 قد طوضت ومزقت وحدة العرب، وأنهم لن يقوم لهم قيامة ولن يجتمعوا أو يتحدوا أبدا. وهنا وهل ينام صاحب الحق الضائع إن العدو لم يترك حق الشرارة والفتنة في فلسطين، كما يقول الإمام أبو العزائم عام 1925 في بيت من القصيدة: في فلسطين فتنة من رآها قال صغرى، لكنها نار واصب. وطبعا ويقول عام 1934: في فلسطين لهيب خافت شر أوروبا به طول الزمان. يعني بيت هذه القصيدة يقول الإمام أبو العزائم إنها فتنة من رآها في بدايتها استصغر شأنها، لكنها نار واصب أي دائمة.
وفي وإن في فلسطين لهيب خافت شر أوروبا به طول الزمان قد استهدفت بالحروب الصليبية قرونا. ثم كان وعد بلفورد اليهودي البريطاني لاستيطان اليهود بأرض فلسطين وستجر ويلات العرب عفوا وستجر ويلات الحروب للعرب وتؤجج النار للكيان الصهيوني والصليبي إسرائيل وأمريكا سواء كانت حرب عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية. فيقول الإمام أبو العزائم سنة 1934 في فلسطين وفي سوريا وفي غيرها نار تؤججها اليادان. فاليدان هنا برضو بيشرح الإمام أبو العزائم فاليدان هنا اللي هي اللتان تؤججان النار هما إسرائيل وأمريكا حيث يوقد نار الحرب المستمرة ضد الفلسطينيين وسوريا ولبنان والأردن ومصر. طبعا احنا برضو بنتكلم برضو في معلومة برضو مهمة جدا هي حريق المسجد الأقصى عام 1969 وانتفاضة الحجارة. طبعا الإمام أبو العزايم وصف إن في وصف الإمام في نعم عفوا وصف الإمام علي كرم الله وجهه ووجهة حال فلسطين في هذه المرحلة إن سيكون بسبب حرق المسجد الأقصى وقيام ثورة أطفال الحجارة وتخاذل العرب عن نصرتهم. بشر الإمام بسبب هذه الأطفال الصغار اللي هم قاموا بثورة أطفال الحجارة بشرهم الإمام المجدد السيد محمد بن العزايم في بيت من الشعر بيقول لهم: ويل للعرب من رجال بحر الخزر يوم يحرقون المسجد يأخذون ماءه من بحر الروم وبغضونهم الروم لولا صخب البوق يملأ آذان الناس وصوروا بالسحاب تهبط إلى الناس في بيوتهم فيصدقون فتنتها. وفتنتها ديت يعني أي يعني إن هي الكلام دوت يحصل من إشارة للتضليل الإعلامي من خلال القنوات الفضائية. وإن في هذه الفترة بسبب هذه أرض فلسطين إن بسبب إن الناس سايبين هذه الحرب بتاعت أطفال ثورة أطفال الحجارة إن هم مستمرين على هذه الثورة بسبب هذه الثورة بتاعت أطفال الحجارة إن سوف يعلو علم الدجال وعلو الدجال دوت هيعلو بسبب إن بيبنون من أجله الهيكل. وبعدين الإمام الرازي بيقول: فويل للعرب من أهوال واجتماع للقوم عليهم وليزر هؤلاء على العرب باجتماعهم على باطلهم وتخاذل العرب على حقهم حتى يستعبدونهم كما يستعبد الرجال عبدا. طبعا هنا بيقول برضو: والقوي فيهم يخاف حربا حتى يقدم الباكيان. الباكيان ديت اللي هي يعني اللي بيبكي على أرضه والحزين والحزين على أرضه يعني في كل شعاب أرض العرب والباكي لدينه والباكي لدنياه وأيما الله يعني والله يعني وأيما الله لو فرقوكم تحت كل حجر لجمعكم الله لهم بشرى حجر عليهم. يعني انتم لو اتفرقتم يعني هو لو اليهود حبوا يفرقوكم يعني في كل مكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وايما الله لو فرقوكم تحت كل حجر لجمعكم الله لهم بشر حجر عليهم يجدخ رؤوس اليهود صبيان يحملهم الله عليهم كيف يشاء ينبعون من كل جبل عند المسجد الأقصى. وطبعا الكلام دوت مكتوب في الجفر الأعظم اللي هو ماذا قال الإمام علي في آخر الزمان برضو للسيد علي عاشور صفحة 261. طبعا اللي عاوز يرجع للكلام ده وبرضو هنا وعندما تحدث عن أحداث ما قبل قيام دولة أهل البيت يعني إن احنا دلوقتي على مقربة من قيام دولة أهل البيت فلا بد على الأمة الإسلامية أن تتحد على دولة أهل البيت ودولة أهل البيت حتى يقوم لها القيامة قبل قيام دولة أهل البيت هذه أن تكون أرض فلسطين أو المسجد الأقصى في يد اليهود وعلو الدجال وإن بسبب كده إن سيكون في المسيخ الدجال سيكون في أحداث
عبد لقيام دولة أهل البيت، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه إمام، الإمام علي كرم الله وجهه، قال الإمام علي قال: ألا فاعلموا أن قبله صبرا وأمر مرا ودماء تسيل بالمسجد الأقصى وصوار شعب بأيديهم حجر يضربون به كالمطر. ده في طبعا ده اللي قاله سيدنا الإمام علي بن أبي طالب. وطبعا أشار الإمام أبو العزايم في سنة 1922 إلى أن ضرب الفلسطينيين على يد الأردن، فيقول في بيت من القصائد: سل سيف الأردن من منة علية، وهو باب لمحو باغ وناقم، تلطم اليد رأسها، كيف هذا تضرب الرجل صدرها غرم غارم، أغصب القوم ربهم ونبيا وصفه البر وهو بالكل راحم، أنتم أخوة وغركم الخصم أفيق فقد هتكتم محارمي، تغصبون النبي يا قومي، ماذا نلتم وهي دار هم ملازم، قد أعنتم أعداء طه أفيقوا شمس دين الهدى تلوح بغاشمة. ما معنى هذا البيت من القصيدة؟ يقول الإمام أبو العزائم في هذا البيت ويشرحه ويقول: ولقد تحقق ذلك عندما ضاق الملك حسين بالفلسطينيين اللي كانوا عايشين في بلاده ويقومون وكانوا بيقوموا بغارات فدائية على إسرائيل، كانت بتعقب عمليات انتقامية من قبل إسرائيل على تجمعات الفلسطينيين بالأردن، وكثير ما كانت تدمر الممتلكات والرجال بالأردن، وكان الفدائيون لا يخضعون لإشراف الملك حسين، فقرر تصفية المقاومة في بلاده، فهاجمها هجوما عنيفا في سبتمبر عام 1970. والله أنا كأني أقرأ الكلام ده معاكم دلوقتي، يعني أنا أول مرة أعرف الكلام اللي بيحصل ده، مما دعا الرئيس المصري جمال عبد الناصر للمناداة لمؤتمر قمة عربية عاجلة لإيقاف هذه المذبحة البشعة التي جاءت من الأردن، وهو باب لمحو باغ وناقم اليهود، وصارت اليد تلطم رأسها، وصارت الرجال تضرب رأسها غارم غارم، ما يدفع الغارم من دم ومن، يعني اللي احنا ممكن بنشوفه من ناس هنا بتلطم باليد تلطم رأسها زي اللي بيحصل في الدول العربية، بعض الدول تلطم اليد تلطم رأسها، وصارت الرجال تضرب رأسها من الغارم اللي هو ما يدفع الغارم من دم ومال، فالأخ الذي يضرب أخاه كأنما يضرب نفسه. هنا برضو الإشارة الإمام علي كرم الله وجهه إلى أن سقوط حكم الأسرة الهاشمية في الأردن، وإن يعني قربت إلى سقوط الأسرة الهاشمية في الأردن إن شاء الله، وإن بسقوطها بسبب يعني بسبب اللي هم عملوه في الفلسطينيين وأذوا الفلسطينيين وقتلوهم، بسبب كده إن سيكون حكم الأسرة الهاشمية آن للسقوط، وإن بسقوطهم مقربة على قيام دولة أهل البيت عليهم السلام ورضوان الله عليهم وأرضاهم، وإن ظهورهم بيقول الإمام في بيت من القصيدة: بني إذا ما جاجت الترك فانتظروا ولاية مهدي يا قوم ويعدلوا، وذل ملوك الظلم من آل هاشم، وبويعي منهم من يذلي ويخذلي، صبي من الصبيان لا رأى عنده ولا عنده حد ولا هو يعقل، ومن ثم يقوم القائم الحق منكم وبالحق يأتيكم وبالحق يعمل، سمي رسول الله نفسه فدواءه فلا تخذلوه يا بني وعجلوا. يعني إن شاء الله ده اللي كان نبه عليه الإمام علي عليه السلام، وطبعا ونبه عليه الإمام أبو العزائم بأن هذه المؤامرة الكبرى اللي كانت حصلت في دولة فلسطين، وإن اللي قام بيها الملك حسين
ودوت كانت الحلقة بتاعت النهاردة عن الأحداث في فلسطين. إن شاء الله برضو لكل دولة إحنا هنبشر بكتاب، مش هو تبشير مني أنا ولكن هو من كتاب السيد المجدد محمد ماضي أبو العزايم، هو نصرة للمسلمين وبشرة لأمة الإسلام. وختاما أقول إن لابد أن تجتمع الأمة الإسلامية على إمام واحد، كما قال نص الحديث النبوي الشريف إن الله سبحانه وتعالى يجمع شمل الأمة على قلب رجل واحد، وفي حديث بيقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يبعث على كل 100 عام إمام مجدد يجدد الدين، وهذا الإمام من أهل البيت النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا المتابعة والاشتراك. دمتم في رعاية وصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.